النادي ايراداته يدوبك مكفية مرتب الموظفين، وان احنا بنصلح اي عمل صيانة في النادي. والحقيقة الرصيد حاليا عندنا دلوقتي ما فيش رصيد في النادي نهائيا، كل اللي موجود في البنك بخصوص النادي 5000 جنيه، وانا عندي مرتب الموظفين بيخش فوق 30,000 جنيه. والشهر اللي احنا فيه ده الحالي ده لغاية النهاردة الموظفين خدوا نصف المرتب، وهذا لا يجوز. دي للشهر الثالث ولا الرابع يمكن متعسرين. فاستغاثة ونداء لجميع المسؤولين انهم يبصوا للنادي بتاعنا شوية. احنا بالنسبة للكرة عندنا احنا جمدنا النشاط في الدور الثاني، بداية الدور الثاني، وطبعا اسباب كل الاندية تعرفها اللي هي النمرة واحد السبب المالي مفيش دعم. احنا كنا اعضاء في الجماعة العمومية للاتحاد المصري، اتشنا معرفش ليه السبب، اصبحنا 96 نادي من 222 نادي. طبعا الدعم بيروح لل 96 بس، احنا وصلنا لنا السنة دي 30,000 من 125,000، ودي طبعا ايه السبب انا مش عارف. اللعيبة اللي بتاعت متوبس دي كلها ما لهاش ذنب في حاجة، انا بطلب بس رئيس اتحاد الكورة ان هو يوفر 5 ايام على حد اقصى، يعني فتح قيد، يعني يعتبر فتح قيد استثنائي، لان الناس اكل عيشها الكورة، الناس عندنا هنا اكل عيشها الكورة. فقرار الانسحاب ده قرار كان في صدمة الصراحة، كان صدمة لنا اولا، احنا ما كناش متوقعين اصلا ان حاجة تحصل كده. فيعني انت كده بتدمر 27 لاعب ما لهمش اي ذنب في اي حاجة، معظم اكل عيشهم الكورة.